بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير على أهالينا المصريين في الخارج، وصباح الخير طبعا لو فرق التوقيت مع بعض الأهالينا اللي موجودين في دول فيها التوقيت دلوقتي صباحي. بتشرف أكون معاكم النهاردة في إطار مبادرة اتكلم عربي، المبادرة الرئاسية الموجهة إلى أهالينا المصريين في خارج الوطن العزيز. وبناء على تكليف معالي الوزيرة ليا بأن أنا أحقق مع حضراتكم لقاء ويعقبه عدة لقاءات فيما يتعلق بالإجابة على كل أسئلتكم وعلى كل استفساراتكم فيما يتعلق بموضوعات الجوازات والهجرة والجنسية. والجوازات والهجرة والجنسية موضوعات مختلفة عن بعضيها، هنتكلم فيها عن حاجات مهمة جدا تهمكم بصفة أن أنا طبعا يعني خبير في هذا المجال لسنين طويلة في الجوازات، فبالتالي عندي بعد على احتياجاتكم، يعني يخص احتياجاتكم في الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالجيل الحالي والجيل الثاني والثالث فيما يتعلق بهذه الأمور الثلاثة. الحقيقة طبعا بنتهز الفرصة وأشكر معالي الوزيرة على إتاحة الفرصة لي أن أنا أكون معاكم في اللقاء النهاردة وما يعقبه من اللقاءات. فهنتكلم مع حضراتكم في موضوعات خاصة بالجنسية، وإزاي يعني إيه ازدواج الجنسية، وإزاي إحنا بنعمل إجراءات ازدواج الجنسية، وحتى لو في أكتر من ازدواج جنسية ينفع المصري يكون معاه جنسية واثنين وثلاثة. الحاجة الثانية، إزاي بنقنن وضعنا طبقا للقانون 26 لسنة 75 الخاص بالجنسية، إزاي تقدم بطلب لتقنين وضعي وتعامل بكوني أو بصفتي مزدوج الجنسية. ده موضوع فيه تفاصيل كتير جدا من أول تقديم الطلب وإمتى بقدمه، وهل الذكور يفرقوا عن الإناث في الطلب، والطلب بياخد قد إيه وقت، ومين المختص بإصدار القرار، والجهة المختصة، والإجراءات كلها من أول ما تفكر في الفكرة لغاية لما نقول لحضرتك ورقك انتهى ومركزك القانوني بقى مقنن طبقا للقانون المصري. ده موضوع يخص الجنسية. موضوعات تانية خاصة بنفس في نفس الفيلد أو الجنسية فيما يتعلق ببعض الشباب المصري اللي بيتزوج من أجنبية، بنقول له إزاي برضو لو أنت حابب تقدم لها على الجنسية المصرية، وإيه الإجراءات والمدة القانونية، وإزاي الورق بيتجهز، والمستندات اللي بتتقدم وبتقدم فين، ومين الجهة المعنية بتسليمها الجنسية المصرية، ويعني إيه الجنسية المصرية بالنسبة لها، تتمثل في شهادة ميلاد، بتتمثل في بطاقة، تتمثل في جواز سفر، بتتمثل في شهادة جنسية. كل الكلام ده هيبقى موضوعات تخص حضراتكم وتهمكم جدا، وأنا حريص أن أنا أكون موجود في خدمتكم وتقديم المشورة في هذا المجال بكل التفاصيل. الموضوع الثالث برضه في موضوعات الجنسية اللي أنا على يعني على علم أن أنتم محتاجين تعرفوا فيها تفاصيل، المرأة المصرية العظيمة اللي بنقدسها ونقدرها كلنا وليها اعتبار عندنا عالي جدا، بقدم لها كمان خدمة أن هي لو زوجها أجنبي فبناء عليه ليها موضوعين، إزاي ممكن الزوج الأجنبي يكون له حق في الإقامة في البلاد، وده موضوع فرعي، لكن الموضوع الأساسي الخاص بالجنسية هو أن إزاي زوجها يحصل أولادها يحصلوا على الجنسية المصرية، الأولاد أولاد الأم المصرية إزاي يحصلوا على الجنسية المصرية من خلال الأم المصرية طبقا للقانون 154 لسنة 2004 الخاص بأبناء الأم المصرية، وهذا القانون مكمل لقانون الجنسية رقم 26 لسنة 75. في موضوع تاني هنتكلم فيه الهجرة، يعني إيه هجرة ويعني إيه أنا مهاجر، وهل المهاجر هو اللي قاعد في أي دولة، وأي دول تعتبر دولة مهجر. كمان هنقول إيه الإجراءات والمستندات المطلوبة اللي يكوني مهاجر، وإزاي أقنن وضعي، وأماكن تقديم الطلب، وده موضوع برضو مهم جدا. وأضيف لكم بشرة إن المهاجر وتقنين وضع المهاجر بالنسبة للمصري الموجود في دولة المهجر ليه بعض المميزات اللي أنا عايز أقول لحضراتكم عليها في وقتها لما يجي التوبيك أو الموضوع الخاص بموضوع الهجرة. الموضوع الثالث اللي عايز أتكلم فيه كمان الجوازات، إزاي وإنت حضرتك موجود برا إزاي تعمل جواز سفر، إيه المستندات اللي موجودة عشان أعمل جواز سفر، برضو الإجراءات بتتم إزاي من خلال القنصلية، أو لما تكون في مصر أقدر أقول لحضرتك خط سير استخراج الجواز. وقبل ما نكون بنتكلم على استخراج الجواز يبقى إيه المستندات المطلوبة، لأن في حالات بتحتاج شهادة ميلاد بس، في حالات بتحتاج شهادة ميلاد وبطاقة، في حالات بتحتاج شهادة ميلاد وبطاقة، وبتحتاج كمان الموقف التجنيدي أو الموقف الخاص بالقوات المسلحة والخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للذكور. كمان بنتكلم على أماكن التقديم، مين الجهة المعنية بصرف الجواز واستخراجه، طبعا بيتم التنسيق بين
الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية مع وزارة الخارجية مكتب تلقي الطلبات، اللي على أساسه رابط هذا المكتب في وزارة الخارجية بكل الفروع للتمثيل القنصلي في الخارج لكل بلاد العالم اللي حضرتك بتقدم فيها في القنصلية طلب الحصول على جواز سفر، وإزاي الجواز بياخد خط سير معين، والوقت الطبيعي قبل طبعا موضوع الكوفيد 19 كان ماشي بمعدل معين، وليه طبعا تأثر في الوقت بشكل أطول في موضوع ما بعد الكوفيد 19. دي موضوعات مهمة جدا نتكلم فيها مع حضراتكم فيما يتعلق بالبرنامج بتاعنا أو اللقاءات اللي هننظمها مع حضراتكم. وطبعا يعني في ضوء مبادرة اتكلم عربي مهم جدا يتوافق ويتزامن ويتطابق مع موضوع انك تتكلم عربي بصفتك مصري الجنسية، ان يكون معاك زي ما معالي الوزيرة نوهت في اللقاء بتاعها اللي سبقني، وقلنا ان احنا نكون معنا كمان مستنداتنا المصرية. اؤكد على حاجة مهمة جدا حريص ان انا انها لكم بكل حب وكل تقدير وكل سعادة وكل رغبة في التعاون وتقديم الخدمة بشكل يعني على افضل وجه اللي انتوا تستحقوه عندنا، لان ده قدركم عندنا جميعا، هو ان حضرتك ازاي الناس اللي ما قدرتش تعمل مستندات تثبت ان هي مصرية زي شهادة الميلاد، ازاي بقول لها بجميع الاجيال ازاي بيقدر يقدم طلب للحصول على شهادة ميلاد مصرية، والاجراءات تكاد تكون ببساطة جدا بالتنسيق بين المكتب التمثيلي القنصلي في الخارج وبين قطاع الأحوال المدنية في العباسية، اللي على أساسه بيتم بقى استخراج كل الأوراق الثبوتية الخاصة بحضرتك أو حضرتك فيما يتعلق بالبطاقة، فيما يتعلق بالجواز، فيما يتعلق بالزواج الجنسية، فيما يتعلق بإجراءات الهجرة، اللي كلها يعني الحقيقة مسمعة مع بعض ومرتبطة ببعض. والحقيقة يهمني جدا أنهي الحاجة، يعني أنتوا أمروا واسألوا، وكل الاستفسارات أنا موجود لخدمة حضراتكم لتقديم المشورة والدعم والنصيحة والإجابة على كل الاستفسارات في هذه المجالات الثلاثة اللي أنا بتخصص فيها بصفة العمل وصفة الكارير بتاعي في مجال الوثائق إدارة الجوازات والهجرة والجنسية. فأي سؤال حضرتك في هذا المجال أنا موجود عشان أجاوب عليه وأقدم لك كل الدعم فيه وكل ما يتعلق بالموضوع من الألف للياء، وخاصة في المجالات الثلاثة اللي قلنا عليها. بتشرف ان انا كنت معاكم النهاردة، بتشرف بتكليف معالي الوزيرة ليا، بتشرف اكتر بان يكون اللقاء ده يعني موتيفيشن او موتيفيتد لحضراتكم ان انتوا يعني تبعتوا لنا، ما تشغلوش بالكم خالص، انتوا يعني مهما كان السؤال ومهما كان الاستفسار هقول لحضرتك بطريقة مبسطة وبطريقة مقننة طبقا لقوانين ولوائح موجودة بنشتغل على اساسها، إزاي إن حضرتك بتبقى مرتاح بإنك عندك المعلومة موجودة. تأكد إن أنت مشكلتك مش في الإجراء ولا في استخراج الوثيقة، ولكن مشكلتك في إن يكون حد متخصص بيتكلم بصفة الخبرة والقانونية والمرجعية القانونية، بيقول لحضرتك ليك إيه وعليك إيه. عندما يتوافر العلم وتتوافر المعلومة يتوافر كل المشاكل اللي ممكن حضرتك تتخوف منها أو تقلق منها في موضوع الإجراءات اللي ممكن تقدم عليها للحصول على حقك في ثبوت تمتعك بالجنسية المصرية أو بازدواج الجنسية أو بشهادة الميلاد أو أي شيء في هذا المجال في إطار المبادرة الرئيسية الجميلة اتكلم عربي. بشكر حضراتكم وأتمنى تواصل المستديم بيننا، وبشكر مرة تاني معالي الوزيرة اللي أتاحت لي الفرصة دي عشان أقدم الخدمة دي لحضراتكم بما تستحقوا وهذا قدركم عندنا، وأتشرف جدا باللقاء التالي. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.